مسألة أخذ استراتيجية صحيحة التكرير الريحي. بالنسبه ارتباطا بالموضوع ديال الجامعه الصيفيه النسخه 18 ديال الامازيغيه والايكولوجيه، رأيت الحديث على الاعراف ديال الريف والاهميه ديال الاعراف الامازيغيه والارتباط ديالها بالايكولوجيه وتدبير الكوارث الطبيعيه، على راسها الجفاف مثلا، كيفاش هاد الناس هادو ولا السكان مناطق الريف اللي من القرن 18، يعني لقينا وثائق في القرن 18 اللي كتدبر وكتسير هذا المورد المائي بواحد لو سيستيم اللي هو جد متطور، واللي انبهرت به حتى السلطات الاستعماريه الاسبانيه، وهما بحد ذاتهم السلطات الاستعماريه الاسبانيه ما قدرتش انها تدخل باش انها تسير هذا المورد المائي، لان فريمون كي الريافه ولا السكان الريف كان يعني حذرين وحذرين بخصوصه بزاف، وكان يعني حاضن بمعنى الكلمه، وكيف ما كتشير المصادر التاريخيه واكثر شيء الارشيف الاسباني. فهذا المورد هذا كان موضع اتفاقيات اللي كيحضرها اعوان السلطه، والا بغينا نقولوا حتى اسبانيا، يعني الحمايه الاسبانيه كانت باغا تستولي على الريف وعلى هذا المورد هذا، لدرجه انه كان عندها هذا جرانخا اغريكولا اللي كانت نورمال مغديرها، وغادي تستحوذ على الادوار ديال الري ولا الموارد المائيه ديال الريف، ولكن بالنسبه للسكان كان هذا الشيء ما يمكنش يكون، وحظى بواحد المقاومه، كيف ما ان هذا المورد المائي كان حتى هو عاوتاني واحد المحور في المقاومه المسلحه، لان الريافه كانوا كيحظيو هذه المنابع المائيه وكيمنعوا الاسبانيين انهم يوصلوا لهم، واوتوماتيكمون الا ما قدروش انهم يرتويوا بهذه المنابع المائيه راه ما غاديش يمكن انهم يكونوا يقاوموا الشراسه ديال الريفيين الوطنيين اللي دفعوا باستماته على البلد ديالهم وعلى المنطقه الشماليه بالخصوص. وهذا المؤتمر تم اختيار التيمه ديالو او الموضوع ديالو الراهني نظرا للاشكالات اللي كتعرفها العالم بشكل عام والمغرب بشكل خصوص، الاشكالات ديال البيئه وديال التنميه وديال تدبير الموارد. لهذا تم اختيار هذا الموضوع اللي فتح نقاش بين الباحثين، وتم دعوات ما يفوق 37 باحث وباحثه من الولايات المتحده، فرنسا، المغرب لمناقشه هذا الموضوع وبمداخلات قيمه علميه، وشاركت ساشارك في هذا المساء في موضوع الممتلكات واراضي القبائل، الممتلكات واراضي القبائل واشكاليه التدبير قبل الاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال، قراءه في الضهائر والمراسيم، لانه الاشكال يتعلق بتدبير كان تدبيرا جماعيا عند القبائل الخمام الأمازيغية، ومع دخول المستعمر هناك تحول عميق في التدبير الذي أصبح فرديا بدل أن يكون جماعيا، وهذا إشكال أدى إلى تدمير البيئة وتدمير الغابة، مما يستدعي المناقشة وطرح الأسئلة الحارقة حول هذا الموضوع. نتمنى أن يعطي المؤتمر النتائج التي نرجوها من وأن يفتح نقاشا عميقا خصوصا بين الطلبة والباحثين لتوسيع النقاش بشكل عميق. اللي يقال من تمازيغ ماشي سكن في لاسي ساول لا غيد صديس ميت 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 لا غيد صديس مي